لان حنا راه مؤسسه راه نقابه غادي نعرف انا كيفاش غادي نسير. كان عندنا عده لقاءات دبلوماسيه مع هاد الناس ديال الجامعات الدار البيضاء. ملي جا هذا المجلس قلنا استبشرنا خير بان كاينه عده نقاط اللي ما تحلاتش، قلنا غنحلوهم مع هذا المجلس، ولكن رغم داك الشيء رغم اللقاءات اللي درنا مع هاد الناس ما تحل حتى شي حاجه. كاينه مجموعه ديال الملفات اللي معرقله داخل جامعه الدار البيضاء، منها الترقيات من 2014 2016 2017، يعني عديد من المشاكل اللي كانت تعاني منها. حنا بغينا نشوفوا العمده شخصيا، طلعنا لعندها دابا قالوا لنا راه مسافره، غدا غادي يرجعوا من عندها، وكنطلبوا من الصحافه تكون حاضره باش يشوفوا هذا اللقاء اللي غادي نديروا مع هذه السيده العمده. كنتمناو انها تفتح المشاكل، ولكن النقطه التي افاضت الكاس هي الساعات الاضافيه ديال الموظفين الموضوعي الرهن الاشاره. هاد الموظفين الموضوعي الرهن الاشاره كانت 1200 موظف كتوضعهم جماعه الدار البيضاء، مجموعه ديال المؤسسات العموميه داخل الدار البيضاء، منها التعليم، منها الصحه، منها الاوقاف، منها العدل، منها مجموعه، يعني كيأديو واحد الخدمات جليله للساكنه ديال الدار البيضاء. وكنعرفوا بان العمده ديال الدار البيضاء هي عمده ديال الجميع ماشي عمده ديال الجامعه، وهادو موظفين. رغم ان المشكل ديال الساعات الاضافيه ما هي الا ساعات تكميليه للاجر، والجميع كياخذها داخل جامعه الدار البيضاء، الجميع كياخذها من 6 ل 9 كياخذوها، وسنويا كياخذوها. هذه ملي جا المجلس السابق كان قصى هاد الاخوان، وخدينا وعود من عند هذا المجلس بانهم غيفكوا المشكل، ولكن لحد الساعه الناس راه توصلوا اليوم بالمستحقات ديالهم اللي كتبلغ 4 دراهم في الساعه، والمجموع ديالها هي 1920 درهم اللي كياخذوها، كيتعاونوا بها على العيد. هذه غير مساله اجتماعيه، ما يمكنش يقسيوا لنا هاد الناس، راه بقات غير واحد 546، لا يمكن باش يقسيوا هاد الناس. حنا كنطالبوا من العمده من السيد الوالي التدخل، رغم مجموعه ديال المراسلات اللي صيفطنا اليوم، والان حاليا كيقول لك بانه كاتبوا الوزاره، ولكن ملي طلعنا على الملف لقينا باقي داخل الولايه ديال الدار البيضاء. كنطالبوا من السيد الوالي اما يجاوبهم اما يصيفطها لوزاره الداخليه، وحنا غدا ان شاء الله غادي نجيو بالثقل ديالنا لهنايا، وغادي نطلعوا لعند السيده العمده، وربما غتفجر شي اشياء اللي لا ينتظر ماذا المصير ديالها.